معانا دلوقتي شباب من كلية هندسة جامعتهم هواية واحدة وهي حب التصوير الفوتوغرافي، مش بس كمان خلوها هواية، لا دي كمان قرروا ان هم يتعلموها ويعلموها لكل واحد بيحب التصوير الفوتوغرافي، وعملوا نادي للتصوير الفوتوغرافي سموه فيو فايندرز فوتوغرافي كلوب. معانا النهارده محمد الدلال وعلي سعيد، وهم مؤسسي نادي تصوير واصحاب الفكرة اللي هيكلمونا عنها دلوقتي بشكل تفصيلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم. عاملين ايه؟ فيو فايندرز فوتوغرافي كلوب يعني ايه؟ فيو فايندرز فوتوغرافي كلاب يمكن الاسم غريب شويه بالنسبه للناس، بس هو فيو فايندرز للناس اللي عارفه الكاميرات، هو البيس اللي هي بتبص منها تمام في الكاميرا، فدي انت لما بتبص بتشوف البوينت اوف فوكس، فهي البوينت اوف فوكس هو ده شكل اللوجو بتاعنا اللي هي تبقى جوه العدسه دي بالظبط. النقط دي هي دي شكل اللوجو بتاعنا اللي هيبان لكم، يعني هتشوفوه على النت. يعني انت حاطط اسم اللي هو اسم الاسم اللي يفهمه اكتر هم الناس اللي فايندرز فيو 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 فايندرز انا جونا فايند الفيو. يعني اتكلمونا بقى عن الكلاب دوت، وفكرتوا امتى تعملوه وكم عضو؟ هو حبيت يعني فاهم من 2009. يلا نبدا بعلي. يلا اتفضل يا علي. 2009 واحد من مش فاوندرز معانا، انت قلتي احنا هندسه بس لا احنا معانا طبيب ومحاسب وناس كتير بقى فنون وكل الفيلدز. 2009 احمد فارس جات له فكره، طب ليه ما نعملش فوتوغرافي ده للتشاريتي؟ ليه الفوتوغرافي تكون للتشاريتي للاعمال الخيريه؟ ليه ما تكون في الاطار بتاعها؟ كلنا بنحب التصوير. طب عملنا معرض خيري بعد كده، طب اتجمعنا بعد كده في ايفنت كان في لا احنا عايزين نتكلم في البدايه الاول، بعد كده التفصيل بقى انتوا الانشطه اللي قمتوا بيها خلال السنوات اللي اشتغلتوا فيها. كانت المعرض الخيري ده البدايه، وبعد كده لقينا ان احنا طب احنا كلنا بنحب التصوير، طب ليه ما نطلعش خروجات مع بعض؟ ليه ما نتصلش بالناس اللي في القاهره في المحافظات الثانيه؟ ليه ما نغيرش فكرة التصوير في المجتمع؟ يعني حاولنا طب علي كان لسه بيقول ان انتوا يعني مش بس من كلية هندسة، انتوا معكم اطباء ومعكم ناس مختلفة عنكم خالص من هندسة، جمعتوا بعض ازاي؟ احنا زي ما علي قال ان احنا ابتدينا في 2009 جمعنا من على الفيسبوك تمام، كل واحد كان ليه جروب او فان بيج، وبعد كده لقينا نفس كلنا بيربطنا حاجه واحده هي الفوتوغرافي، فعايزين نتجمع. جمعنا في الفوتوغرافي فور تشاريتي، ده اول ايفنت اتعمل في 2009. كان الفكره بتاعته ان احنا الصور دي بتتباع وفلوسها بتروح لحاجات فور تشاريتي، تسقيف بيوت، بنوديها مثلا لعلاج امراض كانسرز وحاجات كده فور فري. فطيب احنا دلوقتي مصورين وعايزين نعمل معارض فنيه عشان الصور تتباع، فلازم ننمي من نفسنا، يعني احنا بنفيد المجتمع ولازم نفيد نفسنا ان احنا نطور من نفسنا اكتر. فابتدينا الفكره ان احنا لازم نتجمع مع بعض نفيد بعض، انا عندي معلومه هو عنده معلومه، نقدر نفيد بعض عشان نجيب مستوى احسن من اللي احنا فيه. بس فهنا بقى ابتدت فكره الكلب ان احنا نتجمع ميتينجز سيشنز كتيره اوتينجز كتيره جدا براكتسنج مع بعض على الفيسبوك طول الوقت كونكتنج مع بعض. قلت ان انتوا كمان بتتعلموا التصوير وبتعلموه للناس تانية اللي هي بتحب التصوير، مين اللي بيعلمكم وازاي بقى قدرتوا ان انتوا بعد كده تعلموه للناس؟ زي ما قلت برضو هو احنا ابتدينا ان كل واحد عنده معلومه بيفيد التاني، وبعدين سيلف ليرنينج على النت كتير جدا، وبعد كده بقينا معانا دلوقتي ان شاء الله اكتر من 200 ممبر كلهم مصورين. يعني اهالي اسكندريه كلها بتتصور بسبب الناس دي ماشيه، وبعدين ثقافه الكاميرا دلوقتي بقت منتشر جدا. انتوا اشمعنى اسكندريه بقى؟ انتوا كلكم اصلا في اسكندريه؟ احنا كل معظمنا يعني احنا عملنا كلوب في اسكندريه بس يعني اسكندريه اجدع ناس. قول لي علي دلوقتي حسب محمد كان بيقول من شويه ان انتوا يعني بتاخدوا الفلوس ديت او بتاخدوا العائد اللي جاي من الصور ديت او من الكلوب بالصور ديت بيروح لاعمال خيريه حسب ما سمعت. في اهداف تانية بتروح للصور؟ يعني ده كنت لسه هعلق، ده حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها. يعني احنا فوتوغرافي فور تشاريتي ده في حاجه عملناها موصرناها اسمها هيل بورتريت، ده برضو فور تشاريتي ثانيه، في كورسات بنروح في رحلات في بنعمل سيشنز. تعال ناخد هدف هدف كده، نبدا باول هدف رحلات. الرحلات في حتت كتيره ما تروحتش في مصر يعني، وبرده في حتت ما تروحتش في اسكندريه، يعني في ناس ما تعرفش في حاجه اسمها كوم الدكه، في حاجه اسمها ده في اسكندريه في حاجه اسمها طب القلعه، طب اللي جواها، طب الصوره دي فعلا في القلعه. في حتت مثلا في حاجه ما كناش سمعناها. بتنظموها ازاي وبتعملوها ازاي؟ يعني انتوا اولا بتقولوا على الكلب. بصراحه القصه دي كلها كانت فيسبوك له فضل يعني كويس. كان في سايت قبل كده بتحط الناس تعمل شير على الصور، الفيسبوك جمع البنفيتس بتاعت كل حاجه، كان ايميل الفورورد دلوقتي في ايفنت في شير في طب يلا طب تعالى كله يظهر مره واللي هو اصلا موصلي كان السورس كان معمول عشان الصور، فجمعنا كتير. نعمل ايفنت والله في رحله في المكان الفلاني،
هنطلع اليوم الفلاني، طب هتتجمعوا ازاي، طب اليوم هتطلعوا قد ايه، هتصوروا ايه، طب ايه تاريخ الموضوع ده، يعني في مكان اسمه صحراء البيضاء، مين كان يسمع حاجه اسمها صحراء البيضاء؟ شفنا بعض الصور يعني كانت لا في اماكن ما نعرفهاش، في ناس ما تعرفهاش، تعالوا بقى نروح لنا مجموعه من الصور، هتقولوا لنا برده الصور دي كانت فين، وتشرحوا لنا برده ايه اللي اتعمل في الصور. طيب ده ترام، الترام ده في اسكندريه تمام. صوره الواحد معانا محمود الحصري تمام. فكره جديده حازت مسابقات ودخلت حاجات كتيره جدا، هي الفكره كلها ان انت بتكابتشر المومنت دي وبتظهرها بشكل فني يعجب الناس وتحكي بيه قصه، يعني التصوير هو اهم حاجه فيه، ان هو اللغه الوحيده المنتشره عالميا. طب احكي لنا الصوره دي يا محمد. ايه احكي لنا الصوره دي. الصوره دي الفكره كلها ان الراجل قاعد وحيد وقدامه الكرسي، في البرس اللي جوه في الكرسي دي شويه علامه ان حد كان قاعد، هو بيتذكر ذكريات مع حد كان قاعد هنا، هو دلوقتي مش موجود تمام. بس فزي ما بقول لكم الفوتوغرافي حلاوته ان الصوره هي اللغه الوحيده اللي بتوصل المعنى لكل الناس. دي حقيقة. مش محتاج لغه، مش محتاج تتعلمها، بتغني عن الكلام، انت بتغني عن الكلام واي حد في العالم كله يقدر يفهمها. ان انت الصوره بتاعتك مش محتاج ان انت تبقى دارس انجليش، دارس ترجمه يعني، مش محتاج ترجمه، ان هي الحاجه الوحيده فعلا. اكتر كمان من في ناس بتقول الميوزك كويسه وكده حلو، بس اكتر حاجه فعلا بتوصل هي الصوره تمام. صور الأهرامات، السياحة عندنا قائمة على الصور، هو عامة أي كوميرشل وايز كويس هو بيبقى صور وفيديوهات، دي أكتر حاجة بتعبر عن الموضوع. صورة رائعة بالألوان بتاعت الهرم مع الصحراء. ده سامبلز كده من شغل ناس كتير عندنا، طبعا احنا ما قدرناش نجيب اكتر من 200 مصور يعني، انا باكن لهم الفضل طبعا، والفضل طبعا يرجع لاحمد فارس. بس دي معموله عليها افكتات مش طبيعيه صح؟ لا ايديت طبيعي جدا، بس يعني ايديت مش ايديت ماشي، ممكن الالوان شويه بس عامه الكاميرات الجديده يعني. فيها دي حقيقيه يعني الصوره دي حقيقيه. بس ساعات بيدخلوا فوتوشوب مثلا على الصور، هل بتستخدموا الفوتوشوب في الصور انت؟ حلو الصورة دي قوي. هي الفكرة بقى ان انت معاك كاميرا تعرف تستخدمها للشكل اللي انت عايز تطلع بيه صورة. ناس كتيرة صورت الكعبة تمام، بس الفكرة ان انت لو انت فاهم كويس، هو هنا مقلل حاجة اسمها شاتر سبيد عشان تطلع الفلو اللي انت شايفه، هو تحسسك ان الناس بتتحرك. طب وليه اقصد ان انت تعمل فلو كده في الصور؟ هو اولا من صورتي، وبس الفلو دي بتحسسك ان الطواف يعني شغال احسن من الصوره العاديه. انت كده وصلت المعنى اللي انت عايز توصل له، ان الناس بتلف مش واقفه بالظبط، ان انت مش مجرد شوت وخلاص. بس طبعا لازم الواحد يكن الفضل كله لدكتور احمد فارس اللي هو ابتدى الموضوع اصلا خالص في 2009، انه يعمل الفلو على عشان يحسسك اللي هو بدا الفوتوغرافي كلاب اصلا، وبعدين طلع ايمن جمال مصور دلوقتي كبير جدا وشغله معروف يعني، هما اللي اكتر اتنين نموا الفكره في البدايه لحد ما قدرنا نوصل ان احنا دلوقتي نعمل معارض. عملنا معارض، يمكن اخر معرض كبير كان معرض ثوره الحريه تمام، ده حضروا اكتر من 1200 بني شخص تمام. كنا بنحكي فيه عن الثوره طبعا، الثوره بتاع 25 يناير اكتر دوكيمنت ليها صور وفيديوز. انت خلاص احنا عدى اكتر من سنه، انت نسيت اللي حصل، الحاجه الوحيده اللي فاضله لك هي الدوكيمنت بتاع الصور والفيديوز. ده كان معرض من معارض، عملنا مثلا في 2010 تور كده حول مصر تقريبا 6 ايام، كل يوم بثيمة كولر. كولر يعني ايه؟ كولر كود يعني مثلا ان انا رايح هصور حاجات في صحراء، فالكولر كود بتاعنا الاصفر تمام، جرين بلو في اسكندريه لفينا بيها جدا. ايه احلى مشهد او لقطه او صوره عينك شافتها من خلال الكاميرا؟ احلى لقطه سؤال صعب. شفت كتير لقطات كتير. اكتر حاجه اثرت فيك، اكتر حاجه حبيت تصورها وطلعت فيها حاجه؟ مش ليا، كان مره في ايفنت فوتوغرافي في تشارتي هيل بورتري، كانوا عاملين هيل بورتري، كنا في مستشفى ما في العلاج السرطان، طفله كانت مش عارفه ان هي كويسه يعني شكلها حلو، يعني الكانسر بيأثر على الكلام ده. طب لما شفت الصوره عيطت. طب انت بتعيطي ليه؟ انا اول مره اعرف ان انا حلوه كده، يعني ان الصوره بتوصل يعني بتوصل كل المعاني دي، واحنا مش واخدين بالنا في حاجه، في حدث تاني بس حزين شويه، ان مره برضو في ايفنت من الايفنتس ديت واحد ما عرفناش وصل له صورته توفى، اللي هو انا كنت ممكن ابسطه او انا كنت قد اكون انا بسطته في الحاجه ديت يعني قبل ما يعني اديته لحظه هو يفرح بيها. بس في مثلا
دول اكتر حدثين انتوا اثرتوا فيه. دي 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 بالنسبه لنا لاند ماركس فظيعه يعني. طب انتوا كمان جايب لنا مجموعه برضو من الصور تقولوا لنا ايه اللي حصل في الصوره وايه الايفكتس اللي عليها وتاخدوا فين برضو. يعني دي صوره الماكس اللي الناس كتير قوي مش بتشوف الماكس. ايوه تمام. بالذات الناس كوبري الماكس من اسكندريه. الناس اللي مش من اسكندريه ما تعرفش عامل زي فيينا. ايوه هي فيينا اسكندريه او فيينا مصر. كل اللي يروح لازم يقف على الكوبري ويصور المشهد دوت. يعني حاجه ماكس لازم لا والالوان كمان انتوا عاملين الالوان تحفه يعني. في بعد كده والميه وهي داخله في وسط الاحياء كذا فيلم اتصور في الماكس. بس دي في افكتات كتير دي مش طبيعيه خالص بقى عشان دي طبيعيه اللبن هو الناس بيحبوا يلونوا حاجات في الصوره دي جميله. دلال بقى دي رائعه. دي دلال دي كسب جائزه وبعدين احنا فعلا الجوائز ابتدت دلوقتي. يعني احنا في الاول من 2009 دخلت بيها معارض ايه او مسابقات ايه الصوره دي؟ دي خدت جائزه فيرست بوزيشن في ناشونال جيوغرافيك ايجيبت تحت 21 سنه كنت انا. بس احنا فعلا مستوى الكلوب بيعلى. ابتدينا فارس كان اول واحد يجيب جائزه على مستوى مصر في سايس الصاوي 2009. دلوقتي احنا في 2009 في 2011 كل الجوائز اخذنا حوالي 6 مراكز في ساقية الصاوي منهم 2 اول و2 تاني يعني ايمن جمال ونادر سعد الله. في ناس كتير جدا تطلع ما شاء الله. يعني احنا ابتدينا كاسكندريه ابتدينا يبقى لنا اسم كبير. فيو فايندر ما شاء الله دلوقتي يعني بقى يعتبر براند موجود على في التصوير انا شايف كده يعني في رايي. ابتدينا نوصل على مصر كلها. احنا كل اصحابنا طبعا يعني في القاهره وفي اسكندريه وكل اللي بيتحطوا معانا اللي هو احنا هنعمل ايه تاني يعني. اللي هو انتوا عاملين تعملوا ايه مسابقه ما شاء الله بتعمل 6 جوائز بتعمل اوتنجز بتجيب ناس تعمل مثلا مع محاضرات في المكتبه بتعمل محاضرات سيشنز مثلا ادفانس بتدي كورسات بيجينينجز يعني اي حاجه في الفوتوغرافي دلوقتي من اول ايه الكاميرا لحد ما توصل ادفانس جدا كل الناس احنا قادرين نعلمها. تمام. احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي فعلا ان الكاميرا بقت في ايد كل حد. يعني دلوقتي الحدث لما بيحصل انا بشوف الناس قبل ما بتتصل بالنجده بتطلع الموبايل وبتصور. ده يخليني برده اسال علي لو الناس عايزه تتعلم معاكم مثلا انها تصور او عايزه تشترك معاكم مثلا في الكلب بتاعكم يعملوا ايه وييجوا ازاي؟ يعملوا ايه وييجوا ازاي؟ احنا ويلكم من اي حد. يعني ده مبدانا اللي احنا مش هنخلي التصوير لحد معين. يعني ليكم جروب على الفيسبوك. لينا جروب على الفيسبوك بيج فيو فايندرز فوتوغرافي كلب. عندنا ويب سايت viewfindersclub.com. فاتحين كل الطرق ديت عشان مش واحد اتنين تلاتة لا انت بحابب الموضوع ده ليه ما بتعلمهم ايه بقى لما بيجوا؟ ايه الخطوات اللي انتوا بتبداوا بيها معاهم؟ اول حاجه ان ما يخافش من الكاميرا. يعني دي وجهه نظري. في ناس كتير قوي معاها كاميرات. طب والله انا عندي كاميرا. ده الويب سايت بتاعكم. ده الويب سايت بتاعكم. في ناس معاهم كاميرات يعني والناس تعمل ابلود للصور. المشكله اللي انا اصور صوره تطلع وحشه. ليه ما اجربش مره واثنين وثلاثه؟ ايش عرفني ان المشهد اللي انا قاعد فيه ده مش شكله مش حلو؟ ايش عرفني ان اللي قدامي ده هيطلع حلو؟ جرب. حلو. ولازم يكون طبعا كل واحد بيحاول ان هو يشترك في الكلاب دوت يكون معاه كاميرا. اي كاميرا ان شاء الله. كاميرا موبايل حتى الموبايل يعني اي حلو. طب انت بتبدا تعلموه ازاي يصور فروم ايه الكاميرا لغايه ازاي نبتدي معاه؟ لازم يعني هو الفكره ان انت حابب الحاجه هتعرف تدي فيها. تمام. مش لازم يبقى معاك كاميرا برقم اكس فلوس وحاجات. بتجذبه بايه او بالنتيجه بتكون بالنسبه له ايه؟ في مسابقات في معارض كتير جدا بنعمل مسابقات بريودك في حاجات نون بريودك في مسابقات على الويب سايت بتنافس مين احلى صوره مين اعلى ريت مين احسن. بننزل بقى نصور في كل كاتيجوريز. في كونسرتس مثلا بننزل نصور فيها. في بليسز بندربه. احنا عندنا استوديو هو المكان عندنا. تمام. في اسكندريه بيخش يتست اللي هو عايزه بيجرب بيتعلم لايتنج بيتعلم الحاجات الادفانس دي كلها. تمام. بس فاعتقد ان احنا يعني بدل ما هو بنوفر اي حاجه للتصوير من اي تو زد. وبعدين انت ولو انت موجود في مكان فيه كله مصورين كوميونتي حواليك 100 مصور بتتعرف على كوميونتي جديد بتتعلم حاجات جديده بتتعلم من ناس قديمه في التصوير بتتعلم حاجات جديده. كل واحد بيضيف حاجه للتاني بيبقى الكوميونتي كله بيخدم بعضه. تمام. واحنا الميشنز اللي عندنا زي ما احنا بنخدم بعضنا في التصوير بنعلم تصوير بنخدم السوسايتي بتاعنا بنحاول نطلع مصر بشكل انترناشونال اكتر نعرض بيه. يعني الصور دي هي دي اللاند ماركس. يعني في صوره مثلا لاحمد فارس كان مصورها في 2010 تقريبا الفيسبوك. في فيسبوك وادمان موجودة كان بلا. موجوده يعني تقريبا هي موجوده معاك. لا احنا نشوفها دلوقتي على نشوفها دلوقتي حالا فظيعه. بس انتوا اول ناس عملتوا كمان حاجه اسمها الفوتو ووك. الفوتو ووك في اسكندريه. عايزينكم برضو تكلمينا على الموضوع. كلمونا اكتر عن الفوتو ووك. يعني ايه فوتو ووك؟ واحد فوتوغرافر انترناشونال. طيب ليه ما نعملش كل الناس تنزل اوتنس اي يوم راندوم انا انزل هو ينزل. طب ليه ما نعملش كل الناس تنزل نفس اليوم في نفس الوقت؟ خدنا بالنا من الفكره على الانترنت زي ما خدنا بالنا قبل كده من هير بورتري. طب ليه ما نعملهاش في مصر؟ طب عن الريجستريشن نفع. طب يا جماعه احنا هنعمل فوتو ووك في المكان الفلاني
جه عدد كبير. طب هنعمل اتنين فوتووك. فوتو ووك اللي انتوا بتجمعوا الفوتوغرافرز كلها في يوم واحد ولا انتوا تنزلوا في الشوارع تصوروا مع بعض؟ هو الفكره كلها ان انت تصوري وانت ماشيه بدل ما تروحي مكان معين. لا هنمشي من النقطه دي للنقطه دي نقعد نصور كلنا. هتصوري تصوري كل اي حاجه مش لازم تقف وتصور. هي دي فكره كان حتى كتب انا مفتكر كان كتبه في الويب سايت. انت مش لازم تروح وانت تروح على المكان محدود وتصور. لا انت وانت ماشي تسناب كل حاجه تقابلها اي حاجه ماشي تطلع من المسار ده صور. لازم تطلع صور متهيألي برضو محتاج برضو نوعيه كاميرات معينه انها تصور وانتوا ماشيين كده ما تبقاش الصوره فلو مثلا. لا ما انت ماشي على رجليك. هي الدعوه فكره ان انت بتنزلي ووك اند فوتو تمام. يعني ممكن توقف عادي تاخد صوره. ايوه الفكره كده. بس هي الفكره كلها ان دي انترناشنال مبادره انترناشنال. احنا عملناها في اسكندريه اول في الفوتوغرافي كلاب يجيبها اسكندريه تمام. والناس اقبلت عليها يمكن اكتر من 120 واحد كانوا معانا اليوم ده. بتنزل بتتحرك من مكان لمكان تصور مثلا وتخش. الكلام ده مسابقه انترناشنال. فتخيلي ان انت بقيتي خلاص انت بقيتي اسمك موجود في الانترناشنال في اسكندريه في نادي بيعمل الموضوع ده معانا. فالموضوع كان كويس جدا يعني. محمد علي انا هشترك في الفوتو. شاكرين جدا انت كنت معانا النهارده بجد. عرفنا اكتر واكتر عن الكاميرا وعن الصور. وشاكرين انت كنت معانا النهارده. مستنيين اي حد حابب عن يعرف اكتر عن التصوير يجوين اس سواء فيسبوك تويتر سواء يعني سايت سواء يعني احنا مكاننا مع يعني حد العنوان اي حاجه وينورونا في اي وقت يعني اي حاجه عن. شكرا انتوا كنتوا معانا النهارده. خلصت حلقتنا النهارده. استنونا بكره في نفس الميعاد وباي باي.